اهلا بيكم في قناة ايمي يامي. لو دي اول مرة تشوفوني فانا بعمل وصفات حلو وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة وصفتنا سهلة جدا وجديدة. احنا هنعمل اسياخ صدق، هي نفس فكرة الشيش طاووق يعني، بس هنعملها بالصدق، وكمان هنعمل معاها الصوص اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ونشوف مع بعض هنعمله ازاي. عندي هنا صدق متقطع قطع كبيرة شوية، بصل 4 مكعبات، بطاطس كبيرة، فلفل ألوان قطع كبيرة، نجيب عصاية الشيش وهبتدي بحتة بطاطس، بعدين أحط حتة من الصدق. خلي بالي وأنا بدخله إن هو يعني مش عايزة إن اللحمة المفرومة تطلع بره الصدق أو إن هو يتفعص معايا، فحاول أدخله بالراحة. بالتبادل بقى احط فلفل الوان وبصل، احط تاني صدوق، وهكمل بقى بالتبادل واحدة واحدة. ولو لقيت ان الخضار ضغط على الصدوق يعني ما بقاش مفرود كويس، احاول ان انا افرده تاني واوسع المكان شوية. كده اول سيخ عندي جاهز. نعمل واحد تاني. بنفس الطريقة كده بالتبادل، هو كل سيخ تقريبا هياخد معايا 3 أو 4 قطع صدوق. طبعا كمية الخضار هتعتمد معايا على كمية الصدوق اللي احنا عايزين نعملها، وعايزين في الاخر ان احنا يتبقى عندنا خضار زيادة اكتر من يعني نعمل الخضار كميته اكتر من الصدوق. كمل بقى كمية الصدوق كلها بنفس الطريقة. وهجيب بقى صينية وادهنها زيت زيتون، واحط فيها بقى باقي الخضار اللي عندي. وزي ما قلنا لو مش متبقي خضار احنا محتاجين احنا نزود، عشان محتاجين خضار في الأرضية. هتبله بشوية ملح وفلفل اسود، وزعتر، روزماري، بصل بودر، وتوم بودر، وكمان هحط شوية بقدونس جاف، ده بيتباع عند العطار، اللي مش لاقيه مش مشكلة ممكن احنا نستغنى عنه، وشوية شطة منكترش عشان ما يبقاش حامي قوي.
هقلب الخضار في التوابل وهفرده في الصينية كويس. بعدين بقى هرص اسياخ الصدوق اللي احنا حضرناها، هحط عليه فنجان ميه وشويه خل ابيض وزيت زيتون بعدين هغطيها بالفويل كويس وهدخلها فرن 180 درجة لمدة ساعة. بعد الساعة هشيل الفويل من عليها وهدخلها تاني الفرن، بس هولع بقى الشواية من فوق عشان يحمر كده. خلاص بقى جاهز معايا. هطلع بقى اسياخ الصدوق دي على جنب، وكمان هطلع قطع البطاطس عشان هقدمها مع الصدوق. هحط بقى باقي الخضار بتاعي بالمية كمان وكل العصارة اللي معاه علشان هنعمل بيها الصوص. نضربه في الكبة بقى كويس، ولو حسينا ان الصوص تقيل ممكن نزود شوية مية سخنة لغاية ما قوام الصوص يبقى مناسب معانا. وهنقدم بقى اسيخ الصدق مع البطاطس المشوية، وهنحط عليهم بقى الصوص اللي احنا حضرناه. وبألف هنا، استنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي، وصفة سهلة وكل الناس تعرف تعملها ومفيهاش اي حاجة. وتقولولي بقى رأيكم في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة.